كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة ما نالت خيريتها من بين الأمم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي ذكره الله في هذه الآيات، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نازل الله لعنهم، قال لك ولعنون أنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعشان كذا رب العزة والجلال فضل هذه الأمم على كثير من الأمم، على الأمم السابقة، لأمور منها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ودي يا جماعة أشرف منزلة، والله الذي لا إله غيره، ما أشرف منزلة إنك تكون عندك رتبة في الشرطة، ولا أشرف منزلة عندك قروش ولك النار ما بتاكل قروش، ولا وجيه في شكلك، ولا من قبيلة فلان، دي كلها زائلة، والله الذي لا إله غيره ده كله زائل. لكن الذي يرفعك في الدنيا والآخرة هذا الدين، أن تتعلمه وأن تعمل به وأن تبلغه للناس. يا أخي الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيره من الأئمة، الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث ابن سعد وغيرهم من الأئمة، الناس يا جماعة في زمن في أمرة ولا ما في أمرة؟ في أمرة، في ناس عندهم قروش وأغنياء ولا ما فيه، لكن ده اللي ذكره انتشر لأنه نتعلموا العلم ونشروا بين الناس وعملوا به نحسبهم والله وحسيبهم. فيتبلغ دين الله، مشيت السوق بلغ الدعوة. في ناس يا أخ مساكين والله يريدوا الدين لكن غشون الصوفية وغشون جماعة الإخوان المسلمين، غشون باسم الدين. يا الشيخ تمشي تقعد جنبه يا يغشك ساي ما بيجي تقعد 10 سنة ما بعلمك دين، بس يعلمك وابونا الشيخ بتنتيل ابونا بشيخ فلان من كراماتي انه طار ثم ركه، ودي والدبرك بيعملها يعني فيها شنو يعني شنو طار وركه يعني فايدة شنو يعني طار وركة وكرام وخطوة هنا وخطوة في مكة. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة، قال خطوة في بغداد وخطوة في مكة، ولا خطوة هنا وخطوة في مكة، معقولة في ذول كذا يا جماعة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام 13 يوم من مكة للمدينة ووصلوا في خطوة، باقي لك النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوم من مكة للمدينة ومعاه أكبر ولي في الأمة دي أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، برضو يدخلوا الغار وهو إلى آخره. وقال الله تعالى عنهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ليه إن الله معنا. الله بأيدنا والله بيحفظنا والله بينصرنا، ودي الدعوة الحقة تربط الناس بالله تعالى. ناس عندها مشاكل ما تربط بالشيوخ، الحسن من المحن والبدر من الفقر والفلع يلفون الأسرع من التلفون، ويا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو كرون من العيون. في ناس تعرف في الشارع البغادة بيبيعوا طماطم ولا تبيش ولا جنوة أحدين فيهم، قال ده تابعين لأبو كرون. قبل فترة أنا كنت في المسجد داك واحد قال فيهم والله تاني اسمع بالميكروفون ده يجيبوا ابو قرون بطاعينهم طوالي، وطبعا الله يتقبل انا دارين لنا شهاده لكن ما لاقينا الله يتقبل غايته. انا جبت ابو قرون ونطحه ما بيجي ولا جبه سكين ولا قشه، واسي ابو قرون تاني بيجي مجموعه فرود يجي طائر ما بيجا كله هو السحر والله الذي لا اله غيره ابو قرون. قال وعليك الله ده دين
كل مشايخ يخوفوك ما تعرف انت انكم فيه ولا مصارعة ولا تابعين لديل ابو كرون وابو شملة وابو بعرف ابو عطلا سيف وبحديدا شنو ما بعرف ده شنو ده دين دين له بقرون يا اخي تدار تخوف الناس يا اخي يا غربطن ملكينا شيخ اسمه حمودي اصله ولا مهند ولا كذي ما في كلهم كلهم غبش بتاع زي الجامبو يتفسوك زي الزيت وايد يا اخي معقول يا اخي ده دين يا اخي الدين ده انا منعرفه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ياتون الاولياء الذين امنوا وكانوا يتقون تبقى مؤمن وتقي انت ولي تعبصل تكون ولي مش مؤمن تقي اي سايق ركشة تكون ولي كبير جدا ولا في شيء مش مؤمن وتقي ما في مشكلة سايق عربية ما في حاجة الولاية دي ما الا تقعد لك في اوضة وكفاكيبة بلي ودخان قائم عجاج وبعجاي كم مرة تجي وتجلدهم بالصوت والله الذي لا اله غيره في اليوتيوب جابوا واحد من اخواننا وراني مقطع شيخ مزمل حفظه الله تعالى مرة شينا جاءت القطينة المهم وراني مقطع زول قال عامل فيها شيخ لابس نظارات ولابس لك كيف كيف وبعدين جنبه واحد حواره شاب والله انا دار اختم لك ماشي مستعجل نازل جريناهم شديد معلش بعدين شنو الزول لقى الحوار بتاعه لابس له بنطلون وقميص وبخد تلفي لنا في كم مرة قدامه والناس دي شغلته النسوان اعمل حسابك انت بتمشي السوق نازل ورا بلخبط الشغلة علمنا الدين والله الذي لا اله غيره ما يغشوك ساي ما يغشوك في وعدين مجارم وعاملين فيها فوكي وبيقولوا لخبة كثيرة انا ما دار اقول لك ما في ناس بيسمعوا ما الدبين المهم النازل تعارف خاتي نسوان قدامه وجاءت شابة خدتها قدام شديد وديلك بالكاميرا جايبين نون ودي شابة وبيجا يما جاب الشاب الحوار ده خدت له منقد تاع النار ده منقد وجاب الفحم خدتها ولا حاجة غاية تولعها وجاب شغلتهم دي ما بخرات في الدين والله الرسول ما عمل بخرة أبدا صلى الله عليه وسلم ولا في حايات في الدين في قرآن تقرأه للمريض وخلاص استحضر الجن تديه تاني قرآن يموت ولا يتحرك ولا يتخارج دربك يمرق ما بأي شيء ولا تنفذ فيه قد يكون أطرش تنفذ فيه وتحرك جوه قرب بطريقته المهم أقرأ ليه وانفذ فيه عليهم ربهم المهم ده بجاي التعارف المرأة شابة خدت المنقد والنار ولع وده جاب لي حاجة زي بطانية غدت المرأة بعد شوية الشيخ يمرو يدخل ويمرو بيعمل شنو جوا عليهم ربه هات ويدخل في الشغالة دي شوية وبيمرو بعد شوية شال له صوت الداس صبجت البيت قاعد تكوري وتقحقح ها يخرج دخلك منو قلت لي شنو تلاقي شنو عمتها دي بيجا يتكيف الطوالي لصقوها في العمة في صمت خشومة ما عندها اي ذنب لصقوا فيها الشغل انت بتصدق لك شيطان وفي شيطان بيستحضر بالطريقة دي يا جماعة وعليك الله زول أو نصيح خدته في وضع زي ده مقحقح يخدوك ومنقد شغال نار ويغطوك ببطانية ما بتقحقح تقحقح والله تقح في يد الشيخ ده يعوقك تعوق والله ما هو الشيخ ذاته دخله جيب لي الصوت ده ودخل الشيخ كان ما قحه تاني ما سلم عليه والله يقول ودي في البسطونة يتسرخ ما أكل بسطونة أنا بسرخ مش انا هو بصرخ يعني الدين لا انا بجيه لك فكل موضوع طويل جدا الزول يا جماعة اجعل عقيدته في الله واخواننا ذيل اللي بيجوا هنا الاسلوب حاد الاسلوب شديد الكلمات اللي تلتفتوا له والله النازين احسبون دارين الخير للامة ما تميل ما تتضايق ما بزول في البريد يا جماعة بريد زي ده اجي يقيف وخلي اولاده وكذي ويجي بس سايبز عشان يتكلم ويمشي والله خايفين على الأمة دي من عذاب الله سبحانه وتعالى نلقى ناس في شاب من الشباب دي أخونا عمر ده شايفه كلمني هذا هو ولدنا ده عمر ده موالد 99 عمره 19 سنة ولا كيف مجاو ولا حاجة غايته كذي 99 حكى لي براه 99 المهم مشى قال لي في منطقة قال لي عمك كبير قلت يا أخي ندي نصيحة قال لي والله تكلمت لي قال بعد شوية بقى يبكي أما الكبير بقى يبكي واحد من أخوانا الأفاضل الآن موجود عمره قريب 40 سنة مش موجود في الحلقة دي موجود الآن حي يعني
قال لي والله لما اتخرجت من الجامعة ما سمعت حاجة اسمها توحيد، دعوة دي ما سمعتها. واحد ثالث بعرفه باسمه اتوفى كان في دورة من الدورات، الزول قال لي ليه تاني يا جامعة؟ ما عرفت انه الغنى ده حرام، ليه تاني يا جامعة؟ ما عارف انه الشغلة دي شنو؟ ما بتجوز. السبب شنو؟ انه الناس الدعوة ما الناس في تقصير يا جماعة، الناس لاسي امهاتنا وابهاتنا وناس كتار، في ناس والله فيهم خير، والله دارين كلمة صادقة، بس في شباب بينهم وبين الاستقامة على الدين دي على الدين ده بس كلمة يسمعوها بس، زول يرجع البيت يتوب لربه وينكسر ويبكي لله سبحانه وتعالى ويأتي إلى المساجد وينصلح حاله. ناس كتار يا أخي عزبين في الدنيا ما عارفين يقبل وين. ابن تيمية في الفتاوى قال وكل محب إذا وجد محبوبه قال يطلب سواه إلا من أحب الله واستأنس بالله، وذكر الآية ألا بذكر الله تطمئن شنو قلوب. زي الشباب دي لسي واحد يشوف له بنت عجبه من بعيد يجي عامل فيها ظريف، طبعا لابس وناي وكذي وممسح واو إلى آخره، وعندهم هوس. لقيت واحد فيهم بدة قالت له جردل وفوطة شغال، قلت له هذا أنت أكسر أنت هذول ما لك بتغسل كذي، والله الذي لا إله غيره قالت له فوطة عديل كذي، قلت له أنت أكسر ولا أنت بتفوت كذي مالك؟ يشوف له بنت السلام عليكم والسلام، وما بقولوا سلام عليكم ذاته نقول سلام عليكم يمكن تطير لي الشيطان، لكن كيف اصبحتوا؟ والله اصبحنا كويسين كان ختيناك انت. كيف اصبحتوا؟ تمام. اليوم الثاني اها الجو كيف؟ جو تمام. اليوم الثالث والله يغش في البيت لما بعد شويه يقول لك الو سوسو مرحب حمودي، خلاص خربت الشغل. مما سار تبقى سوسو محمد تبقى حمودي، شغلة دي جات الطوالي. تاني بجيبوا ماذا ومبتموا ذاته بيكون ماذا بعد ماذا بيجيبوها اجروا عاملين فيها ظريفين يغشوا بالبنات، والله الذي لا إله الباري تلقى نصه نفسه فيه ومبتموا خجلان من البيت يقول لك بتقول جغلان، والسندويتش نصه عامل فيها ظريف وكان اتلفتت بجايب بجوم كجمة كبيرة جدا عامل فيها ظريف، شوف تشوفوا الدال علينا في البلد. هذا بعد الزواجة انا داري قلت لك معلومة معينة، بعد الزواجة بلقى روحه لسه ما مرتاح، لك والله يا اخي زمان ونسيت سمحه لكن هسي كعبه، هسي ما ونس انا جيطه وزمان بتاعت كذب، الكذب ده ما في ناس بيشوفوه سمح، والله الذي لا اله غيره، دي يكذب عليها مما يتزوجها يجي يقول لها ياخذها نوم ذاته يا اخي فترانين، انت ما زمان تنوم حميتنا النوم وكذابين. انا قاعد هناك في الفتيحات والله بسمع الفنانين ديل والفنانات بستغرب ذاته، واحد يبتكوري كل يومين ثلاثة يجيبوها لنا بتتدقى اهالي كعبين تطفش تنط ما بعرف تتقدى، المهم اهالي ديل كعب ولا شنو انا ما حافظ انتو حافظين يا ناس بتتدقى كيف وشغل بدات حب في السودان ده يجي ملخبط بلخبط حرام ده ملخبطين زاد حب يا اخي بتتدقى وفيه حرام يطفر وفيه عدة النجوم وقد قلب يا ولقيته في اللفة والألم اللي عليه خفة ده ألم شنو ذا وفياته محل ذاته، والكلام يطول ونحن ما زالين نضيع زمان كله، لكن في النهاية الناس تبقى عقيدتها في الله صحيحة توحد الله تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتصلي وتستغفر، والناس والله في أخير إذا مد الله في الآجال ووفقنا نحن والله مستعين كان ما كذي ما بنفارق النازل جزاهم الله خير، لكن إذا مد الله في الآجال نجي الخميس الجاي ونقدم شيخ عمر جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا.